السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم مرة اخرى في مطبخي وعلى قناتي. اذا اليوم وصفتنا راح تكون هي كيكات المحلات ولا باتيسري تاع المحلات بكريمة الليمون بدون ليمون. هايله بزاف، تصلح لي تارتلات خاصة لان على ابواب رمضان، وكذلك للجلاساج وللفوغاج. اذا انا ما نطولش عليكم، اذا كنتوا اول مرة تزوروا القناة اتمنىكم تشتركوا بالقناة، ما تنساوش تفعلوا الجرس وتضغطوا على زر جام وبارتاج باش تشجعونا. انا ما نطولش عليكم، نروح مباشره الى اول حاجه. هنا راح ندير لو بيسكوي. انا راح ندير ان بيسكوي، يعني نديرو جينواز ونطيبها في الفرن باش يخرجونا كاتخ بيسكوي. انا لهنا راح ندير ربع بيضات يكونوا بدرجه حراره الغرفه. لما تحبوا تخدموا اي جينواز ولا اي جاتو فيه البيض لازم تخرجوه شويه من الثلاجه على الاقل واحد ساعه ولا ساعه ونص. انا خرجته الصباح ومن بعد خدمت به. دونك درت هذوك الربع بيضات في البيتران تاعي، درت لهم رشه تاع ملح باش يطلعوا، ورحت نوزن 90 غرام من السكر العادي. اذا عندي ربع بيضات وعندي 90 غرام من السكر العادي، نقصوا شويه الحلاوه لانه راح نسقيوهم من بعد. دونك هنا ربع بيضات، رشه تاع ملح و90 غرام من السكر ناعم. ما نبداوش نضيفوا السكر حتى نلاحظوا باللي البيض تاعنا كي كان يختلط مع بعضه. دار هذيك لاموس على الجنب، يعني نتفاداو نحطوهم على الاول. لو كان نحطوه على ضربه واحده راه راح يسرى هذاك لو شوك ويطلق الماء ويولي ما تعطيناش نموس، يعني تولي لنا العظام تاعنا مع السكر راح يعطيونا يوليو لنا ليكي. وكان نخليهم يطلعوا مليح مع بعضهم. ولهنا نروح نوجد النيسيسير تاعي تاع الفرن. بعد ما يطلع هذاك البيض مع السكر مليح خلاص، شوفوا كيفاش يولي قوام اسفنجي هايل بزاف. خلاص يعني يجي خفيف، لازم تتحصلوا عليه بهذا الشكل. اذا جاكم ليكيد راكم غلطتوا في يعني غلطتوا في حاجه. اللي ما قلت لكم لازم تحترموا البيض وكذلك كيفاش نحطوا السكر. ولهنايا راني وزنت 130 غرام من الفرينه. الفرينه ديما نصفيوها ونحطوها. انا نديرها على مرتين، نحاولوا ما نخلطوش الاخر تاعنا بقوه، نحركوه في فرد اتجاه من الاسفل الى الاعلى من الاسفل الى الاعلى. ما ننساوش المنتصف ديما ننساوه، ونزيد نكمل القطعه ولا شويه ثانيين. الناس اللي تحب شويه لو بيسكوي تاعها يجي منتفخ تقدر تزيد خميره كيميائيه، ولكن هنا في الوصفه راني ما حطيتش خميره كيميائيه. في هذا المقادير اللي بغيتوا ديروها يون جينواز تكتفي فقط بنصف كيس من الخميره الكيميائيه، لانه باش تقعد خفيفه، يعني الجينواز تاعنا تقعد خفيفه. وهاوليك هنا القوام تاعنا تاع لو بيسكوي كيفاش يكون. انا ديجا راني جبت لو بلاطو تاعي وحطيت فيه البابي كويسون، يعني باش يسهل لي طياب تاعو. راح نلصقو شويه بهذيك لاباري تاعنا بعد تاع الجينواز على الجناب باش ما يطيحوليش، وراح نحط فيه الجينواز تاعنا. ديما كي نحبو نخدمو هذا الجينواز راهي في ساعة، يعني في ساعة وجد لنا. دونك نكونو مشعلين الفرن تاعنا على درجة تاع 170، من 160 ل 170، ونخليوها تسخن على الأقل من 20 دقيقة إلى نص ساعة. أنا هنا يعني درت لها غير 20 دقيقة وبديت نخدم في لو غاتو تاعي، يعني من با 5 دقائق راه وجد لي. ولهنا نبدا نمشي فيه بسباتول، ماذا بيا نمشيه كامل في نفس الجوايه بنفس الارتفاع. ونحب نديرو كاري باش نقدر نخرج منه يعني اربع قطع من لو بيسكوي بهذه الطريقه. راح ندخلو للفرن مباشره، راح يطيب لي لمده 12 دقيقه ونخرجو ونخليه يبرد. فلوطون اللي حطيت لو بيسكوي تاعي طيب، راح نحضروا مع بعضنا الشربات. الشربات انا لهنايا راح ندير، نعطيكم الشربات اللي تخدموا بها تسقيو بها لا باتيسري، هي 350 غرام من السكر ونزيدوا لهم 150 غرام من الماء. وتحبوا ديروا لهم دي ترونش تاع قارص ولا، ونحطوهم يغليوا لمده ربع ساعه ونطفيو عليهم، ما نخليهمش يثقالوا، لازم يقعدوا لنا ليكيد. نخليه يطيب ويبرد ونخليه على الجنب. نوليو لو بيسكوي بعد ما طاب، جا هايل ما شاء الله. دونك انا هنا عندي دي سيرسو بزاف، خيرت السيرسو اللي يخرج لي اربع قطع، لقيتو بلي هاد لو كاري. انا كنت حبيت نديرو كار بصح ما يخرج ليش، بالك يخرج لي غير ثلاثه برك. الوغ انا حابه لو بيسكوي تاعي يجي شويه عالي، دونك لو مول درت صغير بصح الاخرى تاعي جات شويه عاليه. وهاوليك هنا لو بيسكوي، راح نقطع هذوك الاربع قطع. للناس اللي تحب تخدم يعني هذا النوع ويجيها هكا مليح، من المستحسن ما تخدموهاش جينواز، طيبوها ومن بعد تقسموها، لانه واش راح يجيكم كامل يعني لي زيتاج تاعها يجيكم كيف كيف. دونك انا لهنا نغلفهم ونخليهم حتى الوقت الاستعمال. بالنسبه لهنايا لكريمه الزبده، عفوا كريمه تاع الليمون، واش نحتاج فيها؟
عندي 115 غرام من الزبده تكون درجه حراره الغرفه، عندي 56 غرام من الماء، وعندي 112 غرام من السكر العادي. لازم ديروا الغراماج هذا. هذه الوصفه اللي راح نعطيكم تاع كريمه الليمون هي وصفه المحلات اللي يخدموا بها الباتيسري ولا لي تارتو سيترون، وراح نحطهم على حمام مائي. الحمام مائي ديجا يكون سخون، ما تخليوش الكونتاكت تاع الماء مع لو بول تاعكم اللي طيبوا فيه. وراح نبقى نحرك في هذيك الزبده والماء والسكر حتى يتخلطوا مليح ويندمجوا مع بعضهم. ونلاحظ باللي السكر هذا كامل ذاب والزبده هذيك تاعي كامله ذابت. في هذا الوقت نروح نوجد الخليط الثاني. واش نحتاج في هذا الخليط؟ عندي 5 صفار بيض، عندي 22 غرام من الماء يكون يعني تاع حنفيه ولا، وندير له ملعقه تاع لاسيد سيتريك. لاسيد سيتريك راكو تشريو ب 10000 ولا تقعد لكم خاصك عام كامل، دونك ماشي خساره. الناس اللي تحب هذا الذوق، ولا كان ما بغيتوهاش تجيكم قاصحه ديروا غير نصف ملعقه برك، لانه هو شويه الكو تاعو راه يجي قاصح. لهنا لاستوسي نوصيكم به، لازم تحلوا لاسيد سيتريك في الماء ومن بعد باش تضيفوه للبيض. اتونسيون ديفو فوق البيض تاعكم كامل، راه من بعد يجيكم محبب. ولهنا شوفوا بعد ما ضفت هذاك لاسيد سيتريك والماء كيفاش ولا ليكيد هذاك لو جون داف تاعي. ولهنايا نروح نضيف الخليط هذا على الخليط الاول. اذا لازم تكونوا شويه دقيقين في التحضير تاعها، ولكن راهي يعني ما شاء الله تخرج واحد الوصفه هايله بزاف، واللوغو تاعها هو نفسه تاع المحلات لانه جبتها لكم من عند محل تاع الباتيسري. وراح نبدا نضيف هذاك الخليط تاعي لهنا. الخليط الاول لازم ما يكونش سخون بزاف، لازم يكون غير دافي برك باش ما يطيبناش هذاك الصفار تاع البيض. ومن بعد ما نضيف هذاك الصفار مع الماء ولا سيد سيتريك، راح ندير فوي ونبقى نطيب فيها حتى تثقال عندي، راه ما تثقالش بزاف غير شويه برك، ولكن نكونوا حذرين باش ما نفوتولهاش الطياب تاعها. بعد ما نطيبوها راح نفوتها في الصفايه باش نحي كامل هذوك الزوائد كما راكم تشوفوا تاع البيض، دونك حتى نطيبها باش نصفيها. ولا هنا الكريمه تاعي راهي واجده. نروح الان نحضر الكريمه اللي راح نحشي بها. عندي شويه تاع لاشونتيي نديروه مع شويه تاع الماء. الماء لازم يكون بارد، دونك هذه تقدر كل واحد واش حاب يدير، يحب يدير كريمو بوغ، يحب يدير تنكهوها بنفس الكريمة الليمون. بعد انا لهنايا درت لاشونتيي لانه ذوق تاعها يجيني شويه خفيف، ودرت اضفت عليها ملعقه تاع كريمه الليمون بحمض السيتريك. راح تغير لها لوغو تاعها تماما، وراح يجينا لوغاتو تاعنا فيه يعني نكهه الليمون تكون معززه فيه. ومن نكمل هاد لاكريم نروح باش نديرو لو مونتاج تاعنا. عندي لاكريم راح نفوري بها، عندي لو سيرو لو بيسكوي، ونبدا الخدمه تاعي على بركه الله. ماكوش نبدا ندير، نبدا نحط هذاك الكاري الاول ونبدا نسقيه شويه. انا ما نشتيش لوغاتو تخوهم بيبي، نحبو شويه شويه، ما نشتيش يكون معمر بزاف. ونبدا ندير في لو بورتور هذاك، نبداو ديما بالكاريه ومن بعد نروحوا للمنتصف نديروا هذيك الكريمه بهذه الطريقه. انا كما شفتوا في بدايه الفيديو انا درت وحده كاري هكا، وكان بقات لي ديجا كريمه الليمون، درت دي تارتولات دي ميني تارتولات و سيترون، ودرت كذلك نوت تارت كبيره. بصح زدت عاودت لا كونتيتي تاع كريمه الليمون، دونك هذه راهي تكفيكم لهذا يعني الكميه اللي عطيت لكم تكفيكم ديروا هذا الكيكه اللي القطر تاعها على ما اظن 18 برك 18 سنتيم، ودارت لي 8 تاع لي ميني تارتولات و سيترون. وكما شفتوا بقيت غير ندير طبقه تاع لو بيسكوي، بعد ندير نسقيها، بعد ندير طبقه تاع كريمه هكذا هكذا حتى نكملت الاربع طبقات تاعي. دونك انا لها قلت لكم القطر تاعها برك باش ديروا حسابكم، لانه انا زدت عاودت الكميه لما احتجت الكريمه مره اخرى، يعني كريمه الليمون مش احتجتها للكلاصاج، زدت عاودت نوتر كونتيتي. تقدروا تضاعفوا المقادير تاعكم وتحصلوا عليها وتقعد لكم حتى الاسبوع، راه ما يصرى لها والو. كي تحطوها في الثلاجه برك راهي تعاود تجبد راحها. ولهنا بعد ما كملت راح نفيني بشويه تاع لاكريم، مش بزاف باش ما يجينيش فيها لاكريم بزاف، ونحطها في الثلاجه. ولهنا بعد ما حطيتها في الثلاجه لمده نص ساعه يعني كنت مزروبه، الوغ درت لها شاليمو على الجناب باش في ساعه تطلق لي. وهاي ليك لهنا
نحيت هذا كله سيغسو، تجي هايله بزاف لا فينيسيون تاعها، كل وين تركزوا عليها راهي تجيكم خير وخير. ولهنا عمليك لي تارتولات اللي كنت درت لهم من باتسا بلي بركه، سبق لي ديجا وحطيت لكم لا غوسيت تاعهم. وهاي ليك لا كريم لهنا اللي نحطها على حمام مائي تعاود تطلق روحها، لانه نحطها في الثلاجه راهي تجمد. انتم كي تحبوا تخدموا بها ديروا بها لو غلاساج، ولا ديروا بها لي تارتولات وسيترون، نحيوها من الثلاجه وديروا لها ان بان ماغي تبقاو تحسوا فيها حتى تعاود تطلق روحها. ولا هنايا نجيب سباتول ونجيب هذيك الكريمه تاعي بعد ما حطيتها على الحمام المائي، ونبدا نحط الكريمه وكونوا حذرين فيها. الناس اللي يعني ما تعرفش تخدم بسباتول تقدروا ديروها في بوش وتبداو يعني من المنتصف وتروحوا حتى تكملوا كامل الكريمه تاعكم. الناس اللي ما تحبش تعمل ليمون، انا قلت لكم نقصوا حمض السيتريك من في الكريمه، وكذلك هنا في هاد لاكوش اللي ما بغيتوش ديروها يعني عاليه بزاف نقصوا فيها. وبعد ما نكمل هذاك السطح اللي من اعلى راح ندير شويه في لاباش، ونبدا ندير هذوك اللي قلت لي جيو على الجناب بهذا الشكل. في الكيكه الكاري هذه راني درت هكا، ولكن في الكيكه المدوره درت يعني غلفتها كامله حتى الجناب كذلك، خليتهم يعني درت عليها كميه مليحه، والجناب عاودت مرتين باش صراحه تحصل طلا طبقه مليحه. وهالي كل هنا بعد ما حطيتها تجمد، بعد ما درت لها هذيك الكريمه راني حطيتها جمدت شويه، وكان بقى لي خليط من لاشونتيي اللي حضرت معاكم بكريمه الليمون، وحتى هي درت فيها هذيك لاتريس في المنتصف وزينوها كيما تحبوا. انا درت شويه تاع الكريم تاع شوكولاته تاع الطلي، كنت حتى هي سخنتها شويه، درتها في الميكروويف، درتها في باش، وبديت ندير هذاك الاشكال اللي نشوفوهم ديما في الباتيسري. دونك نتوما هناك ديروا واش تحبوا يعني اختيار ليكم. وكتبت كذلك سيترون بالنسبه للي تارتولات كيف كيف، حتى هما راني سخنت لا كريم وعمرتهم. وهاوليك لهنا الباتيسري تاعي واجد، التزيين يعود ليكم. انا نكمل نزينهم ومن بعد نتلاقاو في صحن التقديم. اذا هاي كانت ليكم اليوم وصفتنا لنهار اليوم اللي هي باتيسري تاع سيترون بذوق ليمون بدون قطره ليمون. كملت زينتهم بشوش الواد وشويه تاع لي بيستاش والمكرونه بالدوغي، كنت حضرت معاهم ديجا صامصة وحضرت معاهم سفنج، صراحة جاو هايلين. إن شاء الله في فيديوهات واحدة أخرى إن شاء الله راح ندير لكم الوصفتين. وهم لي كل هنا لي ميني تارتولات وسيترون، وكذلك الكيكة اللي كنت مدرتها مدورة. أتمنى الفيديو تاعنا يكون لقاكم بخير. مقلي غنقول لكم إلى اللقاء في وصفة أخرى. سلام.